السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا مهند الجليل، تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد المتجدد لمباريات مسابقة دوري ابطال افريقيا تشامبيونز ليج لنسخة 21-22 وحوار الاياب هنا في ملعب 5 جويليا في العاصمة المباكر. هل يبحث عن الضربة الأولى؟ والضربة الأولى فيها جول أول، والضربة الأولى فيها جول أول. الأهلي لم يمهل الصيفية منذ اللحظات الأولى، لعبت جماعية بلمسة أخيرة. أحمد عبد القادر يا فنان، أحمد عبد القادر يا فنان لعب. الآن ماذا على سطيف أن يفعل؟ على الأقل يقدم ممكن، ولكن ضاعت حسين الشحات. الشحات كان في التسلل، والصافرة التونسية تمنح ضربة حرة غير مباشرة مدافعين بيرسيتاو. يمشي بيرسيتاو والثاني يضيع، بيرسيتاو والثاني يضيع. كان واحد من نجوم مباراة طيفية الأمامية، ويخرج الشناوي بعد حسين الشحات. رجعت الكرة للوفاق ستايل الأهلي. الآن قبل ذلك كانت ترى مرتدة تمشي على الجهة اليسرى. 4 في الذهاب، يعني نتكلم عن اليسرى هنا في العمق ممتازة، ولكن على مستوى نظام اللعب. بينما الكرة الأمامية والشنة، بينما لدينا كرة، هل فيها تسديدة؟ والتسديدة إلى الفوز. هذه الفرق الكبيرة في إفريقيا حزلت لأصحاب الدار، فيها مراوغة، فيها فنيات، وفيها لمسة يد. أم لا الصادق السامي يقول لا. العرضية ولا زالت الصيفي، والشناوي بعد ذلك، الشناوي بعد استلام على طول. شوف الاستلام والتسليم ممتاز. قندوسي جحني طيب، والخط الامامي رياض بن عياد عبد المؤمن جابو في صافره. نعم في صافره تدخلت، لا زالت الصيفيه، فيها عرضيه على القائمه الثامن في اللقاءات القادمه بين المرور والتسديد. وحسين الشحات رجعت الكرة لسطيف الضاغط وفي خطأ. نعم الصافرة وضربة حرة لفائدة فريق وفاق سطيف. ممكن هذه، ممكن هذه، ممكن هذه، ممكن الشحات والعني أمامية الكرة. عديدة هي المواجهات على فكرة هنا من حسين الشحات. إمكانية التسديد من أحمد عبد القادر بن عياد. يا بن عياد وسطيف مصر على التعادل. فريق هنا وفاق سطيف، ولدينا الشناوي. الشناوي كذلك واحد من أشهر وأبرز الحراس. صعود مجموعة من اللاعبين جحنيط والمراقبة والتغطية، وكرة سطيفية والتسديدة، ولكن مرت عالية. التسديد مرت عالية. الباس الوانتو رائع. هذا التبادل عمل بهذه الطريقة بين السليم الرياض بن عياد. بن عياد لمن حاول يمر، مراوغة ممتازة. في خطأ، في خطأ، في خطأ. حتى الآن يقود باقتدار الحاكم الصادق السالمي المباراة. كل خطورة في مشروع هدف. هذه خبرات الأش سطيف. أعتقد المربع الذهبي يعتبر نتيجة. والتعادل جول. في هذه اللحظات للصيفية، 1-1 في هذه الأثناء، 1-1. الوفاق يعدل في الدقيقة الأخيرة. الوفاق بتسديدة قوية لم تترك. أليو ديانغ افتك الكرة وصل. فيجب أن نقول فعلا الحكم ممتاز. بدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى نادي الماميرودي سان داونز. للأمام بالرأس، ولكن مهاني عراق دفاع، ولا زالت الصيفية والخطورة مرة أخرى. تحسن في أداء وفاق سطيف، وأنا قلت لكم بأن هدف التعادل. الخرجات الهجومية والمرتدات كما نشاهد الآن، والتحويض والضغط والفرص تتوالى. والشناوي والكرة بالرأس علي معلول، علي معلول، والطريق نحو الركنية الجزائرية الصيفية بعد لمسة الشناوي ورأسية يتدخل. لازالت صعبة، والتسديدة الثانية، ولكن الشناوي في المتابعة. التسديدة الضعيفة هذه لن تمر على الشناوي. هذه السالب سالت الصيفية للسلام والتسديد. حكيم يعطي الإشارة مرفوعة عالية 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 للجميع. النقلات العكسية السريعة التي قد تأتي بالثاني الهلاوي في خطأ وفيها انذار. نعم قرار انضباطي. خطير زيتي، لازالت الصيفية، وهي هجمة صيفية 3-4 و3-4 جول.
جول 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 للوفاق. يا سلام على روعة الهدف يا رياض يا بن عياد. بن عياد من انطلق وبن عياد من سدد. هنا يسجل الهدف الثاني للكتيبة الصيفية هنا في ملعب خمسة جويليا. الصيف أفضل في الشوط. المساندة من الهواري عملية الدخول رائعة. إيرامي ربيع الكرة في العمق ممتازة. هواري فرحاني يرفع كرة تاو سريع بيرسي تاو يمشي بالكرة على المساندة الآن. بيرسي تاو لازال يحافظ على الكرة مرة أخرى. استلام بعدل كيفية أفشى اللي دخل منذ حين ولكن لم تدار خطورة حتى الآن. بطاقة صفراء. نعم سلال وفيها تمريرة وفيها خطورة وهذا رياض بن عياد. كرة من جديد أحمد قندوسي يرتكب خطأ يقول الحكم صادق السالمي. لما على طول محاولة المرور لكن يغطي الركنية مرفوعة للكرة على القائمة الثاني الشناوي. ومرت عليك يا الشناوي لازالت الصيفية الآن تمشي ناحية اللاعب الجحنيط. ضاعت هذه الكرة فيها مرتدة فيها مرتد خلف. السلام على طول قدم من جابو والعرضية جحنيط إمكانية التسديد الباص بعد ذلك والعرض طار يسدد الطار يراوغ الطائر لم يمر. موتراني البديل يعطي تمريرة هنا ضغط اليو ديانك استرجع بيرسيتاو في التسلل. إذن تلعب الجانبية هنا التسديد بيرسيتاو والتعادل 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 التعادل. التعادل يأتي للالي محمد شريف.